يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله قائم ال محمد امام زماننا الحجه بن الحسن ورحمه الله وبركاته وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره حلقات عنوانها اسئله اجوبه صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجعي البتري العباسي التافه الحلقه التاسعه والاربعون بعد الثلاثمائه البرنامج الذهبي انه برنامج القرية, القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة, الزبدة الذهبية، أعرف إمامك، وعَرِّف بإمامك, بإمامك، المعرفة, المعرفة الذهبية, الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية. رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية. طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقاً, طلاقا بائنا, بائناً لا, لا رجعه فيه, فيه, فيه ان كنت, كنت راغباً, راغبا في إمامك, امامك رساله حب وصدق الى شباب الشيعه في أوروبا والعالم الغربي أولادا وبناتا هذا هو عنوان حلقتنا لهذا اليوم السبب وراء هذه الرسالة الرسائل التي تردني تاره بنحو شفهي واخرى بنحو مكتوب عن واقع اولادنا وبناتنا انني اتحدث ابتداء من أسرتي وانتهاء بباقي الأسر الشيعية رسالتي أوجهها إلى أولادنا وبناتنا من شباب شيعة الحجة ابن الحسن الذين يعبؤون ويهتمون لأمر دينهم ولو بمستوى من المستويات وأخص بالذكر منهم أبناء العوائل والأسر المتدينة من أولادنا وبناتنا الذين ولدوا في أوروبا والعالم الغربي أو الذين جاءوا صغارا ونشأوا في هذه البلاد هناك إعراض واضح عن الدين لا الوم الاسر الدينية فإن الأمر ليس بأيديهم ولا الوم الاولاد والبنات لوما قاسيا فاننا قد جئنا بهم ووضعناهم في هذه الاجواء ظروف الحياه وما عايشناه في واقعنا في بلداننا الحكايه التي تعرفونها الاولاد والبنات الذين نشاوا هنا نشاوا في اجواء التعليم والمدارس وما بين جهاز الموبايل واللابتوب وما بين طوفان الاعلام الهائل وما يجري على الانترنت ومن الاصدقاء والصديقات الى واقع مجتمعي له ثقافته وله حضارته وله ديانته قطعا ليس هناك من مؤامره كما يتحدث البعض انه الواقع الاختلاف بين الاجيال اصبح الاختلاف بين الاجيال اختلافا هائلا اذا كان جيل ابي يختلف عن جيل جدي بنسبة عشرة بالمئة وجاء جيلي كي يختلف مع جيل ابي بنسبة إذا أردت أن أغالي فيها لا تتجاوز العشرين بالمئة لكن جيل أبنائنا الذين ولدوا في العالم الغربي وحتى الذين هم في العالم الشرقي فإن العالم صار كوخا وليس قرية هكذا اخذوا يعبرون عن التقارب بين اجزاء هذا العالم يقولون من ان العالم صار كوخا صغيرا وليس قرية صغيرة فإن أبناءنا يختلفون معنا بدرجة مئة بالمئة أما أحفادنا للذين عندهم أحفاد مثلي أما أحفادنا فإنهم يختلفون عنا بدرجة مئتين بالمئة هذا هو واقع الحياة وهكذا تتحرك الدنيا في ايامنا هذه وفي ساعات زماننا الذي نعيشه الخطاب مع هذه الاجيال التي تختلف عن جيلنا الذي هو في طريقه للانقراض وتبقى الحياه لهذه الاجيال الجديده الخطاب ليس سهلا عمليه التواصل معهم ما هي بسهله وهذا الكلام أقوله لأسرهم ولعوائلهم هذه حقيقة لا يستطيع أحد أن يوجه اللوم إلى الأسر التي بذلت ما تستطيع أن تقوم به ولا يستطيع احد ان يلوم بقسوه وبشده على اولادنا وبناتنا لان الظروف التي مروا بها ولان الواقع الذي يعيشونه هو الذي يملي عليهم رسالتي مثلما عنونتها رساله حب وصدق اتمنى ان يلتفت اليها اولادنا وبناتنا اذا كانوا يهتمون لامر دينهم ومثلما قلت ولو بمستوى من المستويات وانني اخص بالذكر ابناء العوائل والاسر المتدينه سابدا رسالتي من حديث لامامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اقرا عليكم من تحف العقول لابن شعبه الحراني وهو من اعلام القرن الرابع الهجري هذه الطبعه طبعه مؤسسه الاعلامي بيروت لبنان في الصفحه الرابعه والستين بعد المئتين كلمه لامامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه العامل على غير بصيره كالسائر على غير طريق فلا تزيده سرعه السير الا بعدا كلمه قصيره لكنها تشتمل على وفير المعاني وكثير الدلائل العامل على غير بصيره لا اريد ان اعقد المضامين وانما سابسط المضمون بقدر ما استطيع البصيره في ادنى درجاتها ساتحدث عن ادنى درجات البصيره البصيره في ادنى درجاتها ادراك يتجاوز البصر هناك بصر وهناك بصيره البصر ما ندركه بحاسه البصر هو هذا الذي نبصره بابصارنا ولكن هناك ادراك يكون ابعد من حسنا البصري الادراك الذي هو ابعد من حسنا البصري هو ادراك البصيره اقرب المعنى الطفل الصغير قد يرى شيئا جميلا فيلعب به يؤدي الى مقتله وربما يؤدي الى مقتله ومقتل الاخرين وربما يؤدي الى اصابته بمرض خطير او اعاقته اعاقه هائله بصره هو الذي قاده الى هذا الشيء الجميل الذي يراه جميلا بحسب تقديره بينما الكبير الذي يدرك ضرر ذلك الشيء فانه سيجنب نفسه ويجنب ذلك الصغير سيبعد الصغير عن العبث بذلك الشيء الذي يبدو جميلا بحدود حاسه البصر جهاز من الاجهزه مثلا جميل المنظر منسق الهندسه ينبعث منه صوت ملفت مربوط بالكهرباء وبطاقه عاليه من الكهرباء وفيه جهه اذا ما لامسها الانسان فانه سيلامس الكهرباء بشكل مباشر من القدره العاليه جدا الطفل ينجذب الى الجهاز اما الكبير يعرف خطوره ذلك الجهاز يجنب نفسه ويجنب الطفل هذه بصيره تتجاوز البصر هذا أدنى مستوى من مستويات البصيرة العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق كالذي يستقل سيارته ويذهب في طريق لا يقوده إلى غايته كالسائر على غير طريق كالسائر على غير طريق موصل الى غايته فلا تزيده سرعه السير الا بعدا فكلما اسرع في سيره في ذلك الطريق الذي لا يقوده الى غايته يزداد بعدا عن غايته وهذا سيضله ويتعبه ويدخله في مازق وياخذه الى جهات يجهلها وليس له من تجربه فيها او معها العامل على غير بصيره كالسائر على غير طريق فلا تزيده سرعه السير الا بعده هناك نقطه مهمه اوجه انظار الشباب اليها انا لا اريد ان احدثكم حديثا دينيا صرفا انني احدثكم حديث المنطق لا يعني ان حديثي ليس بحديث ديني لكنني لا اريد ان اجعله حديثا دينيا صرفا هذه الكلمه بغض النظر عن انها كلمه دينيه ام لم تكن انها تتحدث عن حقيقه في واقع الحياه العامل على غير بصيره كالسائر على غير طريق حينما نشتري جهازا من الاجهزه الحديثه قطعا هناك دليل على اساسه نتعامل مع هذا الجهاز اذا تعاملنا مع هذا الجهاز من دون الرجوع الى الدليل فاما سنضرر الجهاز واما سنضرر انفسنا اما سنؤذي انفسنا واما اننا سنؤذي الجهاز سنفسده الدليل المرفق مع الجهاز مثال يشير الى البصيره فاذا ما اطلعنا عليه واتبعنا التعليمات فاننا سنتعامل بشكل جيد مع الجهاز لا نضر انفسنا ولا نفسد الجهاز وسنحصل على الفائده التي نريد تحصيلها من استعمال ذلك الجهاز البصيره هي هذه العامل على غير بصيره كسائر على غير طريق على غير طريق يوصل الى الغايه يوصل الى الهدف فلا تزيده سرعه السير الا بعدا النقطه المهمه ابحثوا عن البصيره ابحثوا عن الجهه التي تقودكم قياده صحيحه لا اتحدث عن جهه دينيه ولا اتحدث عن جهه فكريه ولا اتحدث عن جهه سياسيه انا اتحدث عن جهه اكانت دينيه اكانت فكريه اكانت سياسيه اكانت علميه اكانت تلك الجهه كتابا اكانت تلك الجهة صديقا على ثقافة وحكمة ووعي في الحياة؟ اكانت تلك الجهة قدرة يمتلكها الشاب او تمتلكها الشابة على ان تتدبر في شؤونها وامور حياتها بنحو سليم انا اتحدث عن البصيره بغض النظر عن الجهه التي تتمثل فيها ابحثوا عن هذه النقطه ابحثوا عن البصيره التي قد تجدونها في كتاب تجدونها عند احد افراد اسركم تجدونها عند صديق يمتلك وعيا وثقافه وفهما للحياه تجدونها تجدونها ابحثوا عن البصيره على الاقل شاوروا تلك البصيره شاوروها في اموركم ان لم تلتزموا بكل ما تقدمه لكم على الاقل شاوروها البصيره التي اتحدث عنها نقطه عليكم ان تعودوا اليها واذا كنتم انتم تملكون البصيره هنيئا لكم لكن عليكم ان تتاكدوا من ان البصيره هذه لا يخترقها شيطان لا من شياطين الانس ولا من شياطين الجن لا ان يخترقها الاعلام المضلل ولا ولا لان العامل على بصيره سيكون موفقا الذي لا يكون موفقا هو هذا العامل على غير بصيره كالسائر على غير طريق فلا تزيده سرعه السير الا بعده نذهب الى فاصل عن داوود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وان يصبروا ويصابروا ويرابطوا وان يتقوا الله ووعدهم ان يسلم لهم الارض المباركه والحرم الامن وان ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والارض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيه فيها قال لا خصومه فيها لعدوهم وان يكون لهم فيها ما يحبون واخذ رسول الله صلى الله عليه واله على جميع الائمه وشيعتهم الميثاق بذلك وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه هناك مجموعه ملامح لهذه البصيره التي اشرت اليها قبل قليل قطعا لا استطيع ان اغطيها في حلقه واحده ساشير الى اهم ملامح البصيره التي كنت اتحدث عنها قبل قليل اول ملمح تشير اليه كلمه لامامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وانا اقرا عليكم من كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة الجزء الأول في الصفحة الرابعة والتسعين بعد المئة إنه الحديث الثامن والثلاثون عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه ما خلق الله عز وجل يقينا لا شك فيه اشبه بشك لا يقين فيه من الموت هذه حقيقه في حياتنا الموت حقيقه لا بد ان نموت وهذه الحاله التي تكون عند بعض الناس ان يتشاءم من ذكر الموت هذه الحاله ليست منطقيه الحاله المنطقيه ان يكون الموت مفرده من مفردات ثقافتنا ومفرده من مفردات حياتنا الحيوانات تموت النباتات تموت حتى التربه تموت والانسان يموت هذه هي الحقيقه التي نحن نعيشها فضلا عن اننا نرى الاسباب الكثيره التي تكثر في عصرنا ما كانت بهذه الكثره في القرون الماضيه اسباب الموت من حولنا كثيره وكثيره جدا جائحه الكورونا وغيرها الحروب وغيرها الارهاب وغيره تساقط الطائرات حوادث السير السكته القلبيه السرطان بانواعه القائمه طويله مفتوحه لا نهايه لها لكن الانسان يعيش في وهم من انه باق صحيح ان هذه الحاله هي التي تجعل الانسان يستمر في حياته لكن هذا لا يعني ان يكون الانسان غافلا عن هذه الحقيقه كلمه الصادق واضحه جدا صلوات الله عليه ما خلق الله عز وجل يقينا الموت حقيقه ثابته ما خلق الله عز وجل يقينا لا شك فيه كلنا نتحرك باتجاه الموت اشبه بشك لا يقين فيه من الموت نحن ننام نستيقظ ناكل نشرب نسافر نراجع الاطباء نبحث عن كل لذه نبحث عن كل جديد نشتري السيارات نبني البيوت نشتري الملابس الفاخره نبحث عن العطور الجميله وهكذا في الوقت نفسه نحن عالمون بان النهايه ستكون عند الموت الموت يقين لا شك فيه ولكننا نتعامل معه على انه امر مشكوك هذه مشكله كبيره تؤدي الى بعثره بصيرتنا ستكون البصيره مبعثره مثلما قلت لكم انني اتحدث عن ادنى درجات البصيره وهو ادراك الانسان لامر يتجاوز ما يدركه بالبصر حينما نكون على هذا الحال فان البصيره ستكون مختله وحينئذ لا فائده منها لا بد ان ندرك هذه الحقيقه كلمه وجيزه من امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تختصر المطلب بوضوح ما خلق الله عز وجل يقينا لا شك فيه اشبه بشك لا يقين فيه من الموت الموت يقين لا شك فيه لكننا نتعامل معه على انه امر مشكوك على انه امر ممكن الحدوث الموت حقيقه وامر لا بد ان يكون ليس ممكن الحدوث حينما ندرك هذه الحقيقه علينا ان نفكر فيما وراء الموت انا لا اريد ان احول الحياه الى لوحه سوداء امام اعين شبابنا ابدا انا اريد منهم ان يفكروا بمنطق صحيح ما تعلموه في المدارس في العالم الغربي وما تعلموه في الجامعات علموكم كيف تفكرون بنحو منطقي انا اخاطبكم بنفس هذا المنطق المناهج التعليميه من رياض الاطفال ووصولا الى الجامعات والى مراكز البحث والدراسات العليا في العالم الغربي بشكل عام تذهب في هذا الاتجاه تعلم الدارسين كيف يستخدمون عقولهم تعلمهم طريقه التفكير الصحيح وفقا للمنطق الاكاديمي قطعا المنطق في حياه الانسان على درجات ومراتب وانا اتحدث في هذا الاتجاه وفقا للمنطق الاكاديمي حينما نتناول موضوعا لابد ان ننظر الى بداياته ولابد ان ننظر في الوقت نفسه الى نهاياته الموت واقف في نهايه الطريق وتلك حقيقه لابد ان نجعلها جزءا من مفردات تفكيرنا لا ان نحاول ان نتناساها لاننا حينما نتناسى هذه الحقيقه فاننا ما فكرنا بالطريقه الصحيحه مثلما تفكرون في الوصول الى النتيجه الصحيحه من خلال بحث تقدمونه في دراستكم الجامعيه عليكم أن تفكروا في حياتكم وحينما تفكرون في حياتكم فكروا بشكل منطقي التفكير بشكل منطقي وفقا للمنطق الأكاديمي لا بد أن تنظروا إلى نهايات الموضوع النهاية نهاية طريق الحياة الموت لا تتعامل مع الموت على انه خرافه لا تتعامل مع الموت على انه شيء بعيد الموت مفرده تتمازج مع الحياه لا نستطيع ان نفكك ما بين مفرده الحياه ومفرده الموت حينما تخرجون من باب البيت باتجاه الجامعه في كل لحظه يمكن ان تواجهوا الموت وحينما تعودون الى بيوتكم كذلك وحينما تنامون كذلك وحينما تعدون طعاما على طباخ غازي او كهربائي انكم تواجهون الموت في كل لحظه انه يختفي في تفاصيل الحياه تلك هي الحقيقه فلا بد ان تاخذوا بنظر الاعتبار هذه المساله انا لا احدثكم حديثا دينيا انا احدثكم حديثا منطقيا احدثكم حديث الواقع احدثكم حديث التاريخ اين الاجيال السابقه احدثكم حديث علم الطب احدثكم حديث كل تفاصيل الحياه احدثكم حديث كل الاسباب التي تحيط بنا وتؤدي بنا الى الموت احدثكم حديث المنطق والفت انظاركم الى ما قاله امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ما خلق الله عز وجل يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت نذهب إلى فاصل عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات, صلوات الله, الله وسلامه عليه حيث قال ما, ما يكون, يكون هذا الامر حتى لا يبقى صنف, صنف من, من الناس الا وقد ولوا على الناس حتى, حتى لا يقول قائل انا لو ولينا لعدلنا. لعدلنا ثم, ثم يقوم, يقوم القائم, القائم بالحق, بالحق والعدل, والعدل. وعن, وعن ابي بصير عن, عن امامنا الباقر صلوات الله وسلامه الله عليه يقوم القائم في وتر من السنين تسع واحدة ثلاث خمس وقال: إذا اختلفت بنو أمية ذهب ملكهم ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضاره من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم فاذا اختلفوا ذهب ملكهم واختلف اهل الشرق واهل الغرب نعم واهل القبله ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء فإذا نادى فالنفر النفر فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس بامر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء اما انه لا يرد له رايه ابدا حتى يموت ملمح ثان أريد أن أشير إليه من ملامح البصيرة التي بدأت حديثي عنها لا بد أن تفرقوا بين الدين ورجل الدين هناك فارق الدين شيء ورجل الدين شيء اخر في واقعنا الشيعي وحتى في الواقع الديني في سائر المؤسسات الدينيه في العالم هذا الامر موجود لكنني احدثكم عن واقعنا الديني الشيعي هناك حكايتان هناك حكايه دين الله وهناك حكايه دين رجل الدين ومن هنا قلت لكم قبل قليل عليكم ان تفرقوا بين الدين ورجل الدين بالإجمال هناك حكايتان سأحكي لكم الحكايتين بالإجمال حكاية دين الله مثل ما قلت لكم بحسب واقعنا الشيعي حكاية دين الله تمثلها هذه المعادلة الله زائدا وجه الله زائدا قران محمد وال محمد المفسر بتفسيرهم فقط زائدا حديثهم المفهم بتفهيمهم فقط هذه حكايه دين الله اذا اردت ان اختصرها لكم انها بيعه الغدير بيعه الغدير حقيقه حكايه دين الله معادله واضحه الله وكل شيء عائد اليه زائدا وجه الله انه هو الذي نخاطبه في دعاء الندبه الشريف اين وجه الله الذي اليه يتوجه الاولياء انه امام زماننا الحجه بن الحسن زائدا قرانهم المفسر بتفسيرهم زائدا حديثهم المفهم بتفهيمهم هذا هو حديث الثقلين حيث اعطانا رسول الله صلى الله عليه واله ضمانا ما ان تمسكتم بهما بالثقلين لن تضلوا بعدي ابدا. هذه حكايه دين الله. اما الحكايه الثانيه حكايه دين رجل الدين. هذه الحكايه تمثلها المعادلة التالية: صنم بشري يعبد من دون الله ويطاع من دون الحجة ابن الحسن صنم بشري سمّه ما شئت مرجعا مرجعا أعلى فقيها فقيها اعلى قائده عظيمه قولوا ما شئتم ليس مهما العناوين ليست مهمه المضمون هو الذي نريده صنم بشري يعبد من دون الله ويطاع من دون امام زماننا زائدا برنامج استحماري لاستحمار اتباعه زائدا دين محرف بالكامل هذه هي المعادله الواضحه التي تمثل الحكايه الثانيه قلت لكم عندنا حكايتان حكايه دين الله وحكايه دين رجل الدين انا على علم من ان من اهم الاسباب التي تنفركم من الدين رجال الدين فقد اصبحت عوراتهم مكشوفه للجميع وعندكم انتم معاشر الشباب أولاداً وبناتاً عندكم من الوعي والمتابعة والفهم لواقع المؤسسة الدينية الشيعية ما هو أكثر وأفضل من وعي أسركم المتدينة ومن وعي أولياء أموركم، وهذه حقيقة، حقيقة، لأنكم تتواصلون مع الإنترنت، وتعرفون كيف تصلون إلى المعلومة المهمة، وإلى الوثيقة الصارخة، بخلاف أسركم لا أتحدث عن الجميع وإنما أتحدث عن الأعم الأغلب. فلا بد أن تعرفوا هاتين الحكايتين هناك حكاية دين الله وعليكم أن تبحثوا عنه قطعا بقدر ما تستطيعون. وهناك حكايه دين رجل الدين اذكركم بالمعادلتين المعادله الاولى الله زائدا وجه الله انه امام زمانكم الحجه بن الحسن زائدا قرانهم قران محمد وال محمد المفسر بتفسيره زائدا حديثه المفهم بتفهيمهم هناك من يدعي انه على هذا المنهج فانا ادعي ادعاء انني على هذا المنهج اذا كنتم تبحثون عن الحقيقه عليكم ان تعودوا الى برامجي كي تتاكدوا من حقيقه هذا الادعاء كي تعرفوا الحقيقه بانفسكم هذه المعادله الاولى المعادله الثانيه معادله دين رجل الدين صنم بشري يعبد من دون الله ويطاع من دون الحجة ابن الحسن زائدا برنامج استحماري ذكرونا 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 بالوثيقة الديخية ما اريد اجيب الاسماء واحد قال لي على شنو مستعجل؟ انا شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبه هي قال توصل واطمئنا تركبهم يعني مش ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نفع عباره ده. واحد من الاعلام قبل خمس سنين قلت له مستعجل مش داعي اقول تركهم تركب يعني خلافه ما شيء فيما يقول خلافه اهم شيء فيقول لك حركه الفنوس. فقوش ديخ بالعربيه فقوش والنص عباره كن على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء عرفت قال اركب مثل ما ركب فلان وقال ديخ لا مو علم اجمالي هذا واقع <applause> واقع الشيعه لا اقول الواقع.